البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. لأنه إذ قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان أمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فإننا نحن شركاء عاملان لله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم ماهر. قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. وإن كان واحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، حطبا، عشبا، قشا، فسيعلن عمل كل واحد، لأن اليوم سيظهره، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد كيفما هو. فمن بقي عمله الذي بناه ثابتا فسينال أجرته، ومن احترق عمله فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. فلا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو صفا أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متثربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم
ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الآباد آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعاه برسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية، حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا، مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين. النهاردة يا حبايبي 29 بقونا، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب آمين. النهاردة الكنيسة تحتفل بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة. رتبت الكنيسة إنها تعيد كل 29 في الشهر القبطي بتذكار التلات أعياد في فترة حمل العذراء مريم بالرب يسوع، يعني ما عدا شهري طوبة وأمشير اللي يرمزوا للناموس والأنبياء، علشان هما قبل 29 برمهات اللي تمت فيه البشارة
لميلاد ربنا يسوع لغاية 29 كياك اللي اتولد فيه المخلص. أما الاحتفال معهم بالقيامة لأن قيامة ربنا يسوع المسيح كانت يوم 29 برمهات سنة 34 ميلادية. يصلى اليوم بالطقس الفريحي، ولا يكون في صوم انقطاعي ولا مطنيات. بركة مخلصنا الصالح تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة استشهد 7 قديسين نساك من قرية اسمها جبل تونة، ودي تبع المركز ملاوي محافظة المنيا. ربنا بعت ملاكه لاتنين قديسين باسيدي وكوتولوس وأمرهم إنهم يعترفوا بالسيد المسيح. وفي طريقهم للوالي قابلوا 5 قديسين، هما أرداما وموسى وإيسي وباروكلاس وراهب تاني اسمه كمان كوتولوس، وكلهم اتفقوا إنهم ينالوا أكاليل الشهادة. وفعلا الوالي عذبهم عذابات شديدة، وكان بسبب احتمالهم للعذاب ربنا كان بيقويهم ويشفيهم. آمن بالسيد المسيح 130 شخص واعترفوا بإيمانهم، وكلهم نالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم تكون معانا، أمين. وزي النهاردة كمان استشهد القديس أباهور وديودورا أمه، بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. آتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، ربنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بسي زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كري قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم
إذ بحكمة فعلا، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والمجد لله دائما.